أهلا بحضراتكم من جديد، وفقرة مهمة جدا لكن متعلقة بقى بالشأن الداخلي داخل نادي الأهلي، وهو الأمر المتعلق بالجمعية العمومية العادية اللي بتعقد في هذه اللحظات داخل المقر الرئيسي لنادي الأهلي، مقر نادي بالجزيرة. طبعا الجمعية العمومية للنادي الأهلي بيبقى حدث سعيد وحدث فريد، لأنه بيبقى فرصة طيبة للجمعية العمومية بتجتمع وبتناقش مجلس الإدارة عن سنة كاملة ما بين شغل فني وإداري ومالي، وسنة مالية انتهت في 30/6 الماضي. بيبقى عرس ديمقراطي داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة بصراحة، وأنا على المستوى الشخصي يمكن عاصرت جمعيات عمومية كثيرة جدا وعديدة خلال السنوات الأخيرة، وبتبقى من أسعد اللحظات لما بتحضر هذه الجمعيات وبتغطيها كمان سواء لعضو النادي الأهلي أو حتى لجماهير النادي الأهلي. طبعا ما فيش اختلاف ما بين عضو النادي أو جمهور النادي الأهلي، الاثنين في النهاية سواسية، والكل بالتأكيد بيشتغل عشان يكون تحت لواء وكيان النادي الأهلي. طبعا مجلس الإدارة هيعرض على الجمعية العمومية، كان في جلسة بالأمس لم يكتمل فيها النصاب، لكن النهاردة الجلسة الثانية طبق للائحة الخاصة والرسمية للنادي الأهلي للرياضة البدنية، وطبعا هيتم عرض كل أعمال مجلس الإدارة خلال السنة المالية التي انتهت في 30/6 ما بين اعتماد تقرير مجلس الإدارة، رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي، المقترحات المقدمة كمان من أعضاء النادي الأهلي، في تفاصيل كتيرة. طب نروح بسرعة لمقر النادي الأهلي بالجزيرة ونشوف في تقرير يعني شافي ووافي بكل التفاصيل اللي تمت في الجمعية العمومية سواء في الأمس أو حتى منذ الصباح الباكر اليوم. تابعونا. طبعا بوجه الشكر مجلس إدارة النادي الأهلي والإدارة التنفيذية محمد بيه مرجان، كل شيء كان تمام بصراحة من أول اليوم، الإجراءات الاحترازية يعني كله على أكمل وجه، في تباعد يعني ما فيش أي مشاكل حصلت في اليوم الأولاني، الإقبال كان ضعيف شوية إنما ربنا ييسر بقى اليوم الثاني يعني بإذن الله. وفقا يعني خبراتنا في الإشراف على الجمعيات العمومية في الأندية، اليوم الثاني ده هيبقى فيه إقبال طبعا، بالذات كل ما نقرب على النهاية هيبقى فيه إقبال، وأعتقد النصاب ممكن يكتمل كاجتماع جمعية عمومية، لكن التصويت على القرارات ربنا ييسر نشوف بإذن الله. طبعا مجلس إدارة يعني برئاسة كابتن محمود الخطيب وأعضاء مجلس إدارة يشكروا جدا على المجهودات الرائعة اللي بتتعمل حقيقي، والناس كلها يعني مش أنا بس اللي بتكلم عشان ما حدش يقول ده فتح مبروك اللي بتكلم، لا الناس كلها بتتكلم في لمسات جميلة، في حاجات حلوة قوي يعني. تعالى بص على البوابة اللي اتعملت جديدة جدا في مدينة نصر، حاجة رائعة جدا، في الحاجات اللي بتتطور في جميع فروع النادي سواء في زايد أو أهلي جزيرة أو أهلي مدينة نصر، كلها حاجات الحمد لله ملموسة للأعضاء، والأعضاء نفسها مبسوطة من هذه اللمسات، ومبسوطة أيضا أن النادي الأهلي دائما ومجلس إدارة النادي الأهلي دائما في خدمة أعضاء النادي الأهلي، لأن يهمه في المقام الأول الأعضاء يكونوا مبسوطين من مجلس إدارة. والله هو يمكن النهاردة اليوم الثاني اكتمال النصاب هيبقى 5000 أو يعني أيهما أقل، واخد بال حضرتك هنقفل ان شاء الله الساعه 7، بعد الساعه 7 ايا كان العدد المتواجد المفروض ان 50% هيبقى حاضر في مناقشه جدول الاعمال، وان شاء الله تتم على خير ان شاء الله. الحقيقه انا شايف دور ممتاز جدا بالذات من الكابتن محمود الخطيب والمجموعه بتاعته، صحيح الظروف كانت صعبه قوي والمواقف كانت صعبه جدا، فكأنما كانت الوقفة وقفة صارمة، وقفة كويسة، وقفة جميلة، قدروا يخططوا ونظموا كل حاجة وقدروا يحصلوا على حاجات كتير قوي وبطولات كتير قوي. العملية بصراحة السنة دي متنظمة جدا، والإجراءات الاحترازية كلهم مخليين بالهم منهم قوي على أساس كورونا موجودة، بس هم بصراحة النادي الأهلي واخد احترازات عالية جدا من حيث الكمامة والتعقيم في كل مكان، والحمد لله ما فيش يعني تحيز لحد، بالعكس كلهم بصراحة شايفين شغلهم.